القصة بدأت بإهدن الفردوس الأرضي للبطريرك أصطفان دويهي، هو يلي ولد بعيد أول الشهداء أصطفانوس يوم 2 آب 1630، والده الشدياء مخيل دويهي ووالدته مريم دويهي. تعمد الطفل أصطفان ونال سر المعمودية بكنيسة مرمامة بإهدن، وبعمر 3 سنوات فقد والده. ترعرع تحت جناحي أمه يلي كانت تكرم السيدة العذراء وتصلي لها دايماً، وكانت تقله من كان للعذراء عبداً لن يدركه الهلاك أبداً. بعمر 5 سنوات وتحت جوزات كنيسة مار بطرس بلش أصطفان يتلقى القراءة بالسوريانية وتعلم الكتابة ومبادئ الحساب والتعليم المسيحي، وسرعان ما ظهرت على هالتلميذ الشاطر والمجتهد علامات التفوق والتقوى. أصطفان دويهي طفل ابن هالأرض الطيبة، ابن إهدن، ابن صغارتها، ولكن كمان هو ابن الكنيسة المارونية يلي كانت عم بتعيش صراع مش للبقاء، لا حتى للتطور مع الوقت. صحيح انه البطرك أصطفان جدد وأسس المرحلة الجديدة من حياة كنيستنا، بس ما فينا ننسى انه هو ابن تراث منه قليل من الشغل والإيمان والتعب. تصوروا هو طفل بإهدن كانوا كهنة الموارنة يعلموا الأولاد، يحطوهم تحت السنديانة، كلنا منعرف هيدا الخبر. وهونيك بلش إذا بدكم أصطفان، واللي كان يتيم خسر بي وعمره 3 سنين، بلش يشوف أب وأم محبة اسمها الكنيسة اللي عم تحضنه تهتم فيه وتكبره. سبحان الله، أخذ عنفوانه يمكن من هالجبال، من هالصخور، من هو وصغير بيّن عليه رغبة كتير كبيرة بأنه يتقدم بأنه يروح لقدام. فهالولد أصطفان بمدرسة تحت السنديانة ظهر علمه، ظهر محبته وشغفه للعلم، فتم اختياره ابن 11 سنة ليعمل سفرة من لبنان لروما حتى ليكون أحد طلاب المدرسة المارونية. شعر أصطفان دويهي باكراً بدعوته الروحية، فاقتبل رتبة حلق الشعر حول قمة الرأس رمز لأنه مبتعد عن مباهج العالم، وكرس لنفسه خدمة السيد المسيح. وبعمر 11 سنة قدموا المطران الإهدني إلى البطريرك جرجس عميرة، فاختاروا بين المتفوقين يلي أرسلون إلى مدرسة المارونية بروما. انطلقت السفينة ورافق التلميذ أصطفان سمعان التولاوي والأخوان يوسف وبطرس الرامي. أنهى أصطفان دويهي دروسه بتفوق وحاز شهادة الملفنة بالفلسفة وباللاهوت، لدرجة أنه مناقشاته كانت تثير إعجاب أهل العلم بروما، وكانوا يتناقلوا أخبارها بندواتهم، وكان ما بيرضخ أبداً لإغراء العروض يلي تقدمت له بأنه يبقى بروما، فقرر العودة على وطنه لبنان. وقبل عودته على لبنان تقبل بروما الدرجات الصغار، وهي المرسل، القارئ، الشدياء والشماس. هالمدرسة المارونية بروما لازم نفهم حقيقتها تنقدر نعرف شو اللي عم بيصير، وين ربي هالبطريرك العظيم. مش هينة إنه بأواسط القرن 16 1548 نحن وتحت الاضطهاد وبالفقر الكتير كبير، قررت الكنيسة المارونية إنها تفتح واحدة من أوائل المدارس، والبعض بيقولوا إنها الأولى بروما للكنائس الشرقية، تتربي أجيال من الكهنة على العلم والانفتاح، على العلاقة مع الغرب، على العلاقة مع العالم، مع عالم العلم والعالم الدبلوماسي واللي بتكون إياه. لأنه كموارني عرفنا بنص وادي النوبين أنه تنقدر نكمل شغلة منا بس بالبطولات أو بالصريخ أو بالعياط، لا، بدنا نبني أمة ومجتمع قايم على العلم والعمل والتطور والانفتاح والعلاقات مع الكل. هونيك ربي أصطفان على هول المبادئ،
إنه إذا بدنا نصمد بالشرق ونضل حاملين اسم المسيح بهالمنطقة بدنا نكون أبضيات، بدنا نكون غير شكل، ما فينا نكون مثل الباقيين، ما فينا نكون شو ما كان. واضح إنه قسطفان اقتنع وفهم تمام شو هي الرسالة، فهم إنه هو مش رايح على روما كزدورة، مش رايح على روما لأنه هو غير شكل وبس، لا، رايح تيعمل شيء مختلف. هيدا اللي خلاه بروما يوصل الليل بالنهار درس وصلاة وشغل تيقدر يجمع أكبر كمية من العلم ومن المعلومات يخدم فيها أهله. بحزيران 1641 كادت ليالي السهر بروما للدرس أنه تقضي على بصره، ولكنه قاوم، ولكن اضطر على العذراء إذا انتصر على العمى بعد ما استجابت العذراء صلواته، وأكمل العلم بحماسة أكبر، ووعد العذراء بأنه لما تصير الأعجوبة هو عليه ندر، ولليوم بقي هالندر سر. قدام خبر أنه لازم يرجع على لبنان، وقناعة منه أنه بالحقيقة هو بده أنه يكمل خدمته للآخر، خدمته للكنيسة، بيفوت على الكنيسة، بيركع قدام أيقونة العذراء وبيقلها بدون البصر ما فيني كمل، بيعمل ندر إذا بتردي لي بصري أن يكون حقيقة محل ما لازم يكون. وهيك رجع له بصره بنعمة من أمنا مريم العذراء، حتى بيخبره أنه هو اللي غادر هالدنيا توفى وعمره 74 سنة، أكتر شيء كان بعضه صحيح فيه هو بصره اللي ما فقد أبداً قوته مع الأيام. وهيك لأنه رجع له يمكن بصره بنعمة من ربنا بشفاعة أمنا مريم العذراء، قرر أنه يروح أكتر وأكتر، أبعد وأبعد، لدرجة أنه قال عنه أنه مثل النسر حلق حتى فوق أصحابه اللي هني معه بالمدرسة. بالعام 1655 وبعد 14 سنة بأوروبا عاد قسطفان دويهي للبنان، وبلشت مسيرة جديدة للطالب المتسلح بالعلوم الدينية والفلسفة واللغات، وكان بانتظاره جيل متعطش للعلم والتقوى، ونشر المعلم قسطفان الوعظ والتدريس. وبيوم 25 أدار 1656 رقاه البطريرك يوحنا الصفراوي إلى الدرجة الكهنوتية على مذبح داير مرسركيس رأس النهر إهدن، وواصل رسالة التعليم معلم الأجيال الناشئة. هيك بقي قسطفان دويهي خادم للرعية يزور المرضى، فنال احترام على روحانيته وتشبهه بالسيد يسوع المسيح. بطريرك دويهي في محطات كتيرة بحياته بتدل على عناية الله لرافقته كل هالمراحل. بروما يعني اخذ قرار معاكس لكل المنطق، حاولوا رهبانيات كتير يجذبوا لألون حتى يكون بهالرهبانيات، ولكن قرر يرجع إلى أهدن. قسطفان لهالقد متقدم واللي هالقد متميز بدرسه، طبعا مثله مثل كتار إذا منتابع أخبار المدرسة المارونية، انطلب منه أنه يبقى بحاضرة الفاتيكان. في من تلاميذ المدرسة المارونية مين صاروا مستشارين عند الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا، عندنا حافظ مكتبة الفاتيكان، وأشخاص بقيوا يشتغلوا هناك. نعرض عليه طبعا أنه يضل بهالمراكز العالية. بيفاجئنا دويهي بإيمانه، برجع بقول برسالته، بيرفض، بيقرر العودة على لبنان على أهدن، لدرجة إنه بتصور حدا سأله شو بك ترجع تعمل هونيك، قال لهم بدي أرجع علم وليد ضيعتي وأعطيهم من العلم اللي أنا أخذته مجاناً، أخذته مجاناً أعطوا. بيرجع على أهدن بدير ماري يعقوب، بيفتح مدرسة للولاد، كان عنده 40 ولد واللي هو عدد كتير كبير بالنسبة لهديك الأيام، نعرف إنه الضيعة ما كان فيها كتير ناس، وبيعلمهم بقوة لدرجة إنه 11 أو 12 حتى منهم بيقولوا إنهم صاروا من بعد منا كهنة. هيدا هو شاب قسطفان المليان حياة، مليان عنفوان مثل ما قلت، من صخور بلادنا، من جبال بلادنا، يلي عرف يتحدى صعوبات الظروف وصعوبات الاضطهاد وصعوباته حتى الشخصية إنه يتيم، ويقدر يوصل لأبعد ما يكون.
تعددت مراسلات البطريرك دويهي مع الفاتيكان إيمانا منه بارتباط الموارن بالكرسي الرسولي، وركزت رسائله إلى البابوات على المصاعب يلي عم تتعرض لها المارونية أنباك ويلي عم بيعانوا من اضطهادات، وتضمنت أيضا طلب دعم الكنائس المشرقية يلي أرادت العودة إلى حضن الكنيسة الجامعة إلى انفتاحه على الغرب. وتمسك الدويهي باستقلالية الكنيسة المارونية ومشرقيتها، فتصدى لكل محاولات لفرانسيسكان نقل الموارنة إلى طاعة ما يسمى باللاتينية، وبعد جهد عسير ربح الدعوة يلي رفعها الفرانسيسكان إلى المجمع المقدس. ساهم دويهي أيضاً إسهام فاعل بحماية الكنيستين السريانية والأرمنية يلي رجعوا إلى حضن روما، وساعدهم بأنه يرجعوا يبنوا أديار وكنائس بجبل لبنان وخصوصاً بكسروان. إذا منقرأ كتابات البطرك إصفان الدويهي بعدين يلي بيدافع فيهم عن كنيسة المارونية وعن إيمان القويم يلي بيحاول أنه يورجي كمان دورة وقيمتها، منشوف قديه هالكتابات مليانة جمل قايلين البابوات برسائلهم أو بوثائقهم. طيب أكيد وقت اللي كان بيودي النوبين من الصعب أنه يكون كل الوقت عم ياخد هالعبارات، واضح أنه حتى هو بروما أنه كان كل الوقت فوق الدرس وفوق الشغل يجمع كل شيء ممكن يلاقيه له علاقة بكنيسته بقيمته ببلده بالمارونية، يجمعهم ويكتبهم ويجيبهم معه كنز عم يجيبه من بلاد الاغتراب من عاصمة الكاتلكي تيكونوا بين إيديه، خليني أقول سلاح وأداة لخدمة أهله وخدمة شعبه. ما بعرف إذا الناس بيعرفوا أنه وقت الواحد بيروح على روما خاصة مع المدرسة المارونية أنه كانوا يقعدوا سنين طويلة، لأنه بهديك الأيام عم نحكي بال1600 ما يرجعوا أو ما يتركوا المدرسة المارونية قبل ما يوصلوا لدرجة الملفنة، يسموه ملفان، واللي هي شهادة الدكتوراه اللي بنعرفها اليوم. بهديك الأيام اللي ما بعرف كم واحد بالشرق كانوا بعضهم بيعرفوا يقروا ويكتبوا، نحنا طلعوا تلاميذ المدرسة المارونية معهم أعلى شهادات، مش بحثاً عن الشهادة. مشان هيك إذا بنقرأ بحياته ولا مرة هو يتغنى بهالشهادة، ولكن أخذوا هيدا العلم برجع بقول من أجل الخدمة. نقب إصفان دويهي عن مخطوطات أسلافه من بطاركة وأساقفة، وهالشي ساعده على وضع سلسلة كتبه عن المارونية والتطور التاريخي، واهتم بمكتبات روما والدفاع عن العقيدة المارونية، ضحض وشايات ابتعاده عن الإيمان المستقيم. بكل مراحل حياته كان عنده هالشغف لبناء الكنيسة، لتعزيزها، لتعزيز حضورها، تنقية الكتب، يعني الكتب اللي هون فيها شيء مش مزبوط كان يشيله، اللي يصحح الليتورجية، يصحح التواريخ، يروح ما يروح على كنيسة إن كان بقبرص، إن كان بحلب، إن كان بلبنان، يمرق على الكنيسة، يشوف شو مؤيد على كتب الصلاة، لأنه كان ينقلهم ويخليهم معه وحتى كلهم بتواريخ الكنيسة المارونية. فهو مثل ما نقول أبو التاريخ اللبناني، هو المجدد الليتورجي للكنيسة المارونية. المطران ناصر جميل بيقول عنه بمثابة مارمارون ويوحنا مارون، يعني أهمية الدويهي أنه هو بطرك مؤسس، يعني مؤسس الكنيسة أو متابع تأسيس الكنيسة المارونية. بطريرك الراعي بيقولنا بإحدى الاجتماعات بيقولنا البطريرك الدويهي ما كان في مثله ولا حدا حيجي مثله بهالعظمة وبهالحب للكنيسة. من مآثر البطريرك العلامة إصفان دويهي أنه حقق ثقافياً انفتاح الشرق على الغرب، وأسس بروما مطبعة أوفد إليها العلامين إبراهيم الغزيري وميخائيل المطوشي، وعزز اللغة السريانية، وبالوقت عينه حمل اللغة العربية من التتريك، وأنشأ مدارس ومكتبات عديدة بلبنان وحلب وأبرص،
البطريرك العلامة قسطفين دويهي وصف بالمؤسس الثالث للمارونية بعد مرمرون ويوحنا مارون، وترك عشرات المؤلفات دفاعاً عن عقيدة الموارنة وتاريخ، ومن كتبه الشهيرة منارة الأقداس رد التهم ودفع كل الشبهات تاريخ الأزمنة وتاريخ الطائفة المارونية. وتعزيزاً لانتشار المارونية كرس قسطفين دويهي 27 كنيسة وأقام الأديار واشترى الكثير من الأملاك لوقف البطريركية، وبسنوات حبريته رسم 14 أسقف بينهم أسقف إسباني. ونحن اليوم بكنيسة مارت مورا يلي هي له فضل كبير عليها البطرك الدويهي يلي أسس فيها الرهبني الحلبي المارونية بوجود أربعة أشخاص كانوا سيفيل أصل بينات، واحد من أهدن من عائلة حواء اسمه جبرويل حواء الحلبي الأهدنة. ونحن اليوم عنا يعني كنز كبير، عم تقل كبير على كتافنا، مورتنا هي البترك الدويهي، لازم نضل محافظين عليه ونقدر انه نحرر هالاشياء هيدا ونضل محافظين على الايمان الماروني لينا ولولادنا وللولاد ولادنا المغتربين. نحن كنا بالاغتراب وما بيشدنا لهون غير العزيمه المارونيه الاهدنيه الاصيله، خاصه نحن جذورنا منه، وخاصه هو مثل ما بيقولوا السامبل تبعنا هو البترك الدويهي. ونحن اليوم نصلي له ونقول له يا الله دخيلك انه ثبت لنا البترك الدويهي قديس يقدس على المذابح. وانا كل ما بعرفه بعرف شغله صغيره بأهالي اهدن القدماء وخاصه البترك الدويهي، انه عندنا بالعائله نحن الام بتطعمي ولاده ما بتاكل، بمعنى ثاني انه البترك الدويهي قدس ولاده قبل ما تقدس هو، واليوم حين وقته. وان شاء الله اذا الله رود والعذراء رودت والرب رود انه البترك الدويهي بيصير قديس. ثقافتنا وأفكارنا هي متعلقة بالبطريرك الدويهي، كان رأس الكنيسة المارونية بفترتها، كان مناضل وكان علامي وكان كاتب وكان مؤرخ وكان منظم للكنيسة المارونية للقديس الماروني، كان له أفضال كبيرة على الطائفة المارونية وعلى الطوائف المسيحية اللي كانت هي مهمشة الأخرى، اللي هو ساهم بأنه يرجع يعطيها دورة ريادة ويصحح مسارها ويكبر من قيمتها. البطريرك الدويهي كان ظاهرة تاريخية مهمة كتير بتاريخ الكنيسة، الكنيسة المارونية والكنائس المسيحية، من بداية حياته الكهنوتية واللي هو تعرض بفترة من الفترات إلى العمى مع دقشع دخيل اسمه ربنا، عمل معه عجيبة ورجع استعاد نظره بروما، وقت اللي كانوا بده يوقف بقى العلم بالدين والتعمق بالدين ورجع الى دوره الريادي بالكهنوت والى وصوله الى رتبة مطران، وعمل مطران قبرص وعمل مطران بحلب وبعدة اماكن، وبعدين ترقى الى رتبة البطريركية وصار بطرك الموارني لفترة منا صغيرة فترة كتير كبيرة، وكان له كتابات وتنظيم القديس وتنظيم الرهبانيات، هو من مؤسسي الرهبانيات المارونية. اليوم إذا بدنا نحكي عن البطرك الدويهي بدنا أيام نشرح فيها البطرك الدويهي بكهنوته بتعمقه بالدين بنسكه، لأنه بأحد المخطوطات اللي كانت عنده كاتب أنه هو يدين أمه قرشان، قديش كان عنده من الشفافية انه حتى لامه ووالدته اللي هي خلفته اخذت منه قرشين كتبن بسجل البطريركية المارونية بأنوبين، وهني عم بيكشفوا على بعض كتاباته تبين انه مسجلن دان، يعني بدها ترجع تردن للبطريركية امه. فالبطرك الدويهي شفاف بشكل بيعطي مثال للكليروس ككل، لرجال الدين ككل، بطاركي ومطارين وكهنوت، عن شفافيته وعن تعلقه بالمسيح وبتعاليم سيدنا يسوع المسيح. وهو كمان كان صاحب فضل بإنشاء الرهبانيات رهبني ولا رهبني مع سكرتيره اللي بعدين صار بطرك كرعلي، ف
فالواقع اليوم القداسي هي هدية ربانية اجت لقداسته وقطع بمراحل، يعني من مكرم الى تطويب. فهذا الشيء نحن نعتز من خلال ديننا المسيحي وتعلقنا بسيدنا يسوع المسيح وتعلقنا بكنيستنا المارونية أن يكون بطرك المواريني البطريرك استفانوس الدويهي هو طوباوي وقديس. واليوم نحتفل بأنه عم بدشنوا بالبازيليك مار بطرس بالفاتيكان، عم بدشنوا صورة البطرك اللي عاملينها بشكل بدي حطوها ببازيليك مع مقابر البطاركة. يعني هذا امتياز كبير للبطرك الدويهي ولقداسته. أنا في محطة بحب أقف عندها بسنة 95، بين 95 و 96 أنا بعمل زيارة للسيد محمد حسين فضل الله هالعلامة الشيعي المرموق في مركزه والمرموق في كتاباته والمرموق في توجهاته. رحنا نعمل زيارة تقديرية لقاله نجتمع فيه، وكنت أنا بوقتها مع صديق عمري الوزير اليوم الوزير الحالي للإعلام الأستاذ المهندس زياد مكيري، كنا بزيارته. فسألني بس أتعرف على اسمي طلال دبي، قال لي من سلالة البطرك دبي، قلت له قلنا الشرف. فقال لي أنا أتمتع بقراءة تاريخ الأزمنة، أنا بفترتها ما كنت عندي أي اطلاع عن تاريخ الأزمنة. فقلت له، قال لي أري، قلت له يعني مش كتير، ما أري لهيتك منك أري تاريخ الأزمنة. أنا قريته أول مرة عشقته، تاني مرة تعمقت فيه وصار إلى جانبي إلى على يميني. يعني وقت بيقول لك السيد محمد حسين فضل الله أنه كتاب تاريخ الأزمنة إلى يمينه، يعني معناتها أنه هذا الكتاب مقدر ومتكل عليه فكريا ولاهوتيا وقداسة. قال لي هذا الرجل بأثناء محمد حسين فضل الله، قال لي هذا الرجل بمرتبة القديسين. هذا عم بحكي أنا بالخمسة وتسعين. فالبترك الدويهي بدستوره، إذا بدنا نحكي عن البترك الدويهي بدنا نقول تاريخ الأزمنة، كتاب تاريخ الأزمنة اللي هو طاقة كبيرة، تراث فكري كبير، تراث لاهوتي كبير، ملؤه الصدق والشفافية والإخلاص لربنا دخيل اسمه. فأنا من هون بحبيت هيدي المحطة أذكرها بكلمتي عن السيد محمد حسين فضل الله. شو كانت الجلسة نحن وياه، أخذت جزء كبير لبال 90% من الوقت هو عم بيحدثنا عن البطريرك الدويهي وعن كتاب تاريخ الأزمنة. فهذا الرجل الاستثنائي في الطائفة المارونية هو البطريرك استفانوس الدويهي القديس اليوم الطوباوي اليوم المكرم، هذا القديس الذي نبت بإهدن وصغرت وترعرع بالفاتيكان وبعدين ترعرع بقبرص وبحلب. هذا الرجل الكهنوتي والذي أصبح في آخر حياته في قرنوبين مركز القداسي التاريخي الذي نفتخر ونعتز فيه. ودويه اليوم بعد ما نال رتبة الطوباوي صار قديس، وسوف تبنى باسمه كنائس، وسوف يكون ملجأ مثل القديس شربل ومثل القديس الحرديني وغيرهم. هذا البلد لبنان أنتج هؤلاء القديسين وشعبه اليوم يعيش في جهنم. فنحن اليوم نتأمل من البطريرك الدويهي ومن القديس شربل ومن الحرديني وإلى آخر والقديس القديسين الآخرين أن يكون في عجيبة تتخلص الشعب اللبناني من الطقم اللي هو أساء إلى لبنان وأساء إلى تاريخ لبنان. وهون اللي احنا ربينا، وهون أنا ترعرعت أنا وإخواتي الـ11 من ميتة ومن ضلة. بس الحلو باللي ميتة واللي ضلة عندن إيمان كبير بالبترك الدويهي بهالتمثيل هذا الحلو. لما كنا صغار كنا نجي نسرق شمع ونحطن بقلبة الكرافت الجبن ونحطلن خشبي ونمشي ونلعب فيه. هلا البطرك الدويهي بيعني لنا كثير مارونيا، وبيعني لنا كثير ان ربينا حواليه، وهون نبتة اول نبتة مارونية بجسمنا، واول نقطة دم مارونية بعروقنا، واول محبة مارونية بقلوبنا.
المترك الدويهي الموجود هون هو كان السامبل لنا كعائلة مارونية مؤمنة بالكنيسة المارونية، وبلشت محبتنا فيه أكيد من 50-55 سنة لما كنا صغار، معقولة كمان 60 سنة. والبترك الدويهي هون نقطته لأنه بيت أهله ما بيبعد من هون تقريباً 20-30 متر على العالي شوي، وهون خلق البترك، وهون البترك كتب تاريخ المورنة قضين باب مربطروس وحد البلدية. منرجع منكرر السؤال ومنقول أنه عنا صورة تثبت ذلك وبشهادة المونسينيير يوسف سيدة. هلأ من المربطروس من وراء نزولاً لمرمامة أول كنيسة مارونية اللي كانت معبد وسنة، كانوا الوسنية يجوا على السن لفوق يذبحوا ابننا البكر، لأنه كان عاملين تمثال مثل هرم مبخوش بيتمه، تمثال ذهب روس ذهب، تهب العواصف بالتشرين يعني جاي الشتاء، جاي إله الشتاء، الشتي يعني الأكل يعني الزراعة يعني المأزي. لما اجى المسيحيه اجت المسيحيه لهون طردوا الوثنيين، وكان في مجرى دم من ورا مربطرس بيصول على مرميمه موجود اسم منه هون فوق، هو كنايه عن 60 سم علوه بعرض 30 سم. لما اجوا المسيحيه عمروا 7 كنائس من مربطرس، مرميمه، مرغولي، مريحنه. هلا في كنيسه مريحنه هون كان المترك الدويهي يعلم فيه، لأنه أهالي أهدن كانوا قاعدين ببقوفة، وكانوا يفكوا التلاميذ الساعة 8 بعد 2 بعد الظهر، يفكوا التلاميذ ويومتها ما فكوا التلاميذ لأن عزبوه. يقوم البترك الدويهي هون كان سطح البيت تراب، بيقوم بيسكر بينرفز بيعلق هو الأهالي وبيطبق السطح بعد قد ما غضب وقد ما نرفز منهم. هون ربية المارونية فينا، وهون ربي محبة البترك الدويهي، وابتدأنا معه بالرابطة البترك من سنة 68، وبلشت محبة المارونية من خلال البطريرك الدويهي تنمى بقلوبنا، وسياسيا تروح تجاه يوسف بيك كرم يلي كمان المنطقة تبعه هون هي الكبرى، لأن يوسف بيك كرم سكن بهالكبرى هون واستقبل داوود بوشي فيه. وفي مليون قصة بتحكى عن البترك الدويهي، خاصة لما نسافر على روما كان عمره 12 سنة. هلا بروما بيقوم بيشم ريحة، هو الإكليريكيين الشباب رفقوته بيشم ريحة، بيشوف حشيش دمدوم. هلا كمان منسلط الأضواء لحو هون فيهم ننقسم حد مني، أكيد هو كان يشم هون بهالمنطقة هيدي وبعدها لم تزل هالنبتة موجودة هون، يشم ريحتها وريحتها كريهة. بيقولوا لرفقوته بروما إنه ولو لشو ريحة تشم ريحتها، بيقولن هيدي الريحة من ريحة أهدين. هلأ منول ما بيعشق أهدين، ومنول ما بيعشق زهر العنب فيه يلي كانت تطلع هونيكي وكانت تطلع هون، ومنول ما بيعشق ريحة الياسمين البرة اللي فيها هون بهالحفيفة هيدا يلي بي معمرن هون الحفيفة. وقلنا لحنا 85 سنة بهالنقطة هيدا، ربينا لحنا وإخواتي فيه، والحجور تبع هالحفيفة كلها بي معمرة، يبقى عنده عجلة يجر عليها الحجور تبنيها. هيدي هالمنطقة كلها تابعة اللي وقف زغرتها أهدين، وهيدي تبقى لناس من بيت الدويهي ورتوها بيت كرم بعد منهم. ومن يومتها لتاريخ اليوم من 85 سنة لحنا موجودين بهالنقطة قربينا وعشنا فيها. هلا المترك الدويهي هو حامي تاريخ المورنة، هو مجد لبنان أعطيه له، هو من أسس الرهبنة الحلبية المارونية، هو وجبرائيل الحلبي ورفاقه. وبقاش بدنا نزيد على ذلك إنه كمان لما نسافر على روما كان في عنده كنيسة مش مدرسة، هيدي معلومة جديدة. لحنا بإعازة من البطرك السفير سنة 2005 اقترح علينا وتمنى علينا زيارة هذه المدرسة الكنيسة يلي هي كنيسة رقم 107 رقم 37 بالفيا دي مارونيتي، اما رقم المدرسه تبع البترك تبقى 26. بيعت كمان صوره مطعم. هلا المحتوى الكنيسه تظهر هلا مع عنكم بالفيلم بعد فيها ال 14 مرحله بإعز من مرتي اللي اكتشفتها تحت بالابو، واول طوبق صور مطعم عدنا كلنا فيه،
وشربنا كيس مبيت كيس المترك الدويهة وشربنا كيس اهدين وطلبنا من صحب المحل انه نحط انه هون كانت كنيسة تابعة للبطريرك الدويهة. هلا ايش بدنا نحكي عن المترك الدويهة؟ المترك الدويهة هو حامي التراث الماروني مثل ما تفضلنا وقلنا بالاول، وهو الشعاع اليوم يلي يلمع، وكان كتير حريص على حرية لبنان وعلى التراث الماروني، ومن هالمنطلق ومحبتنا له والذخيرة اللي خدناها منه ندرنا له تمثال قعد عم بيكتب تاريخ المورنة منه، تمثال مثل هالتمثال الموجود هون حامل العصر، لا قعد وفي تاريخ الأزمي الكتب قدامه والمحبرة، وقعد على كرسي وهو من الرخام يلي كتب تاريخ المورني هون على العبورة فوق مني أنا بشي 30 متر. وإذا الله رود هيدي بدنا نحطه ببكركي باثنين إيب إذا الله وفقني، أما قبل أما بعد تطويبه. ومنشكر الله على هالنعمة الكبيرة اللي الله بعتها لأهدين، قل من يعطينا هيك نعمة، لأنه نعمة كبيرة هيدي للبنان وللكنيسة المارونية وللمسيحية عامة. أصفين اليوم لازم يعلمنا كلنا سوا إنه المشاكل ما بتقوى علينا، نحن اللي بنقوى عليها. لازم يعلمنا شيء تاني، إنه حل المشاكل ما بيجي نحن وقاعدين وناطرين الفرج من عند ربنا. الفرج بيجي يوم تلي أنا بقوم، يوم تلي أنا بشتغل، يوم تلي أنا بعمل كل الممكن وأكثر من الممكن، لأنه وقتها بكتشف قد ايه الله حاطط فيني قوة. إنه أنا مفكر حالي بعمل هالقد بس بلش أشتغل بشوف إني بقدر بعمل أكثر بكثير. هيدي قوة الله فينا، وهيدي إذا بدكن عجيبة الله الأولى فينا، واللي صارت بهالشاب إصطفين شفنا فيه عجايب بالقدرة والإصرار وإنه يروح للآخر. وبعدين رح منشوف لكن وقت اللي بيصير كاهن أسقف وبطرك كيف هيدي القوة اللي هو اكتشفها وأخدها بنعمة الله كيف رح بتغير كل الأمور. اليوم طبوينا الجديد بطرك إصفين لازم يكون شفيع كل اللبنانية اللي يقسوا واللي ما بقى عندهم رجا واللي ناطرين الحل يمين وشمال. الحل هو فينا بقوة الله اللي فينا يلي قادرة تخلينا اليوم نغير كل الواقع، نرد بلادنا منارة إذا نحنا قبلنا نكون مليانين من أنوار الروح القدس من قوة الله اللي فينا.